النهاردة الشارع المصري كله عامة والوسط الرياضي بشكل خاص طبعا على موعد مع حدث مهم وكان له ضجة كبيرة من أول ما كان الحدث ده عبارة عن شوية كلام. إيه هو الموضوع؟ تقديم حسام حسن بشكل رسمي كمدير فني للمنتخب. مصر النهاردة كانت يعني في المؤتمر الصحفي بحضور أعضاء اتحاد الكرة وعدد كبير من الصحفيين طبعا خاصة يعني على المستوى الرياضي. حسام حسن كمان طبعا اسم كبير ومش محتاج طبعا إن حد يتكلم عن إنجازاته أو أرقامه أو وجوده في الكرة المصرية وإنه علامة الحقيقة في التاريخ، والناس كانت دايما الحقيقة بتنادي بحسام حسن في كل وقت. يعني يقول لك طب ما نجيب كابتن حسام حسن يدرب، طب ما نجيب كابتن حسام حسن يدرب، كنا بنسمع نفس الكلام. بدأ يعني حسام حسن بدأ كلامه النهارده وقال شرف لي التواجد في منتخب مصر الآن لتدريب المنتخب، حلم وتحقق، هو كان يحلم بهذا الحلم وتحقق الحلم. وقال كمان التواجد بدعم من الشعب المصري، عشان زي ما قلت لكم كان الحقيقة الناس طول الوقت تقول هاتوا حسام حسن. وقال كمان بيشرفني أنه الجميع بينظر لمصر نظرة كبيرة نحن لا نتخيلها، والكبير لازم يعني يظل في مكانه، هنا كان بتظل مصر يعني يقصد في مكانها كبيرة كما هي طول الوقت، وهناك الحقيقة دين كبير في رقبتي للشعب المصري ويجب علي رده. وعشان تعرفوا يعني ده أكتر الحاجات اللي هو قالها، لكن الحقيقة المؤتمر كان فيه كمان حاجات كتير جدا، خلينا نرجع نكمل كلامنا وناخد تفاصيل أكتر وتعليقات، والمشهد ممكن يبقى عامل إزاي في مع كابتن حسام حسن في تدريبه للمنتخب المصري. معي على الهاتف الناقد الرياضي الأستاذ فتحي سند. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ شكي، اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. مساء الخير على حضرتك. خليني يعني ندخل على طول يعني بعد هذا المؤتمر الخاص طبعا ب يعني وجود كابتن حسام حسن وهو مديرا فنيا للمنتخب المصري، خليني اقول هل يعني وجود كابتن حسام حسن في رايك هيحقق الطموحات الخاصة باتحاد الكرة كمديرا فنيا للمنتخب؟ ما فيش شك طبعا انه يعني حسام حسن اسم كبير زي ما حضرتك بتقولي، ومشواره طويل كلاعب وكمدرب وتجاربه كتيره ومشاويره عديده، ومساله ان هو يتولى تدريب المنتخب فعلا يعني تردد اسمه اكتر من مره، وكان في اخر لحظه يعني بيتغير الاسم وبياتي يا اما كابتن ايهاب جلال يا اما كابتن حسام البدري، واخر مره كان كابتن محمد يوسف. لكن طبعا ما فيش شك انه المره وهذه المره كان امر طبيعي جدا حسام حسن يتولى اداره المنتخب، لانه من ناحيه الموضوعيه ومقارنه بالمدربين الوطنيين ان الوقت ان يتولى حسام حسن هذه المهمه. لكن السؤال الخطير جدا هو يعني هل يستطيع حسام حسن تحقيق طموحات الجماهير العريضه اللي طلبت بوجوده ويتم اختياره تقريبا باغلبيه؟ السؤال ده لو قلنا نعم يبقى احنا كده يعني بنختزل او بنختزل مهمه المنتخب الوطني في مدير فني. صحيح. حسام حسن يستطيع ان يؤدي دوره كمدير فني، ولكن لوحده صعب، لابد ان يكون بجوار اتحاد كره قدم داعم. اتحاد كره قدم بيهيئ الاجواء، بيحط البرامج، بيهيئ المباريات الوديه التجريبيه، بيحل المشاكل، بيزيل العقبات، برنامج اعداد جيد للمنتخب الوطني، كل ده مش حسام حسن مسؤول عنه. وبالتالي ايضا يعني اللي جوار اتحاد الكوره مطلوب جدا فعلا تعمل جماهير، لانه في الاونه الاخيره حضرتك لو بصيت على الجماهير اللي بتطالب حسام حسن اساسا ما كانتش موجوده في المدرجات في اخر كام سنه. صحيح. يعني طيب خلينا استاذ فتحي خلينا كده نفصل المسائل، وخليني هنا العب دور المشاهد، انا هكون مكان الناس، فخليني اطرح عليك اسئله الناس والشارع المصري خصوصا طبعا عشاق كره القدم. طيب الناس بتقول يا ترى تم الاتفاق او التعاقد او التفاهم مع كابتن حسام حسن بانه المطلوب منه ان يحقق يعني كاس العالم، ولا انه كمان يكون موجود تحقيق ونتيجة يعني تبقى مشرفة لكاس أفريقيا، لأنه ده ما حصلش مع فيتوريا، ووقعنا الوقعة دي وفيتوريا مشي بعد كاس يعني بعد أمم أفريقيا لأنه لم يتم الاتفاق معه على ذلك.
احنا بنفكر ازاي؟ ده قد تم الاتفاق مع فيتوريا على انه يوصل بالمنتخب الى كأس العالم. تمام. ولكن اللي حصل انه ما كانش في اتفاق بين اتحاد الكوره وفيتوريا على مساله البطوله الامم الافريقيه. ولكن امام سوء الاداء والعروض والنتائج كان من الطبيعي جدا ان يتم الاستغناء عن فيتوريا، وبالتالي لم يعد امامنا. طيب تمام، احنا فاهمين جانب فيتوريا. انا هنا اتحدث عن حسام حسن. ما عادش قدامنا غير كاس العالم. ما عندناش حاجه ثانيه، يعني كان عندنا مع فيتوريا امم افريقيا وكاس العالم، لم يعد قدامنا غير كاس العالم فقط. وبالتالي حسام حسن يعني مشواره ممتد مع منتخب مصر حتى تصفيات انتهاء تصفيات كاس العالم. طيب، وهناك امم افريقيا 25. بس هي عموما الاتفاق مع حسام حسن. طبعا خمسة، بس انا برضو مش حابنيها على امم افريقيا 25، لان هذه البطوله يعني في مهد الريح، يا اما تتلعب في نفس السنه يا اما تتاجل شويه. لكن ما يخص حسام حسن مع اتحاد الكوره مش موجود بطوله امم افريقيا فيه، موجود فيه المباريات المتبقيه من التصفيات المؤهله لكاس العالم والوصول الى النهائيات واللعب في نهائيات كاس العالم. فيعني حسام مش جاي لبطوله امم افريقيا اللي هتتلعب السنه الجايه. بس يعني عارف كابتن، يعني مفيش شرط حضرتك ان حسام لو نجح فيها وما نجحش فيه ان هو يتم. ما هو نفس الخطا اللي وقعنا فيه مع فيتوريا، ليه ما فيش؟ ما هي برضو ده ما هو برضو اسم مصر موجود في امم افريقيا، يعني بطوله افريقيا اسم مصر بيبقى فيها. ما هو ده نفس الخطا اللي وقعنا فيه مع فيتوريا، ليه يعني ما عملناش؟ يعني لما جينا بقى امام يعني مدير منتخب وطني ومحلي، الطبيعي ان انا اقول له انت عندك امم افريقيا وعندك كاس العالم، دول انا محتاج ان انا اشوف فيهم نتيجه محترمه ومشرفه لاسم مصر. ليه ده ما تمش؟ هذا حدث بالفعل. تمت الكلام حوالين بطوله الامم الافريقيه 2025 في المغرب اذا اقيمت في موعدها. ولكن يعني احنا عندنا يعني سياسه لطيفه جدا جدا، ما بتكونش حاسمه في الحته دي، بتظل معلقه الى حين النتائج اللي اتحققت في البطوله 2025. اذا حسام حسن نجح فيها بدرجه جيد او جيد جدا، مش حول امتياز، سيستمر. اذا لم يوفق فيها بشكل يثير رد فعل سلبي لن يقبل المشوار. طيب خلينا يعني خلينا نقول انها معلقه، خلينا مع يعني هنفضل دايما معلقين، ليه ما بنبقاش يعني في جزم وحسب. طيب انا هسال حضرتك سؤال تاني. يعني كابتن حسام حسن طبعا كل التقدير والاحترام ليه، هو شخصية مسيطرة، وهل هو هيوافق على انه يتقال له في اتحاد الكورة لا الاجندة مش كده، لا ده موعد الدوري، لا ما المعسكر ده كده هيبقى بدري، لا ده كذا، هل هو هيقدر على هذه المنظومة انضباط مواعيد المسابقات الدوري والكاس ويبقى في استعداد كبير للمنتخب حتى في الماتشات الودية اللي هيلعبها وأيضا المعسكرات، يبقى عنده وقت، هل هيقدر يضبط هذه المنظومة مع اتحاد الكرة؟ هذا هو السؤال الأخطر في مسيرة منتخب مصر. أنا عايزة إجابة مش سؤال. لا أنا بقولك السؤال بتاعك. أيوه. أنا هجاوب. فضل. حسام حسن يستطيع النهاردة إن هو يحط خريطة الطريق لمنتخب مصر، وإن هو هيتدخل في مسألة المعسكرات ومسألة الفترات ومسألة المباريات التجريبية التي ستسبق المحطات المهمة في كأس العالم. حسام حسن هيمشي كلمته على اتحاد الكورة فيما يخص برنامجه. حسام حسن ممكن جدا جدا يقع في صدمات مع اتحاد الكورة إذا حدث نوع من يعني الاختلاف الشديد في مصلحة المنتخب أمام مصلحة الدوري. حسام حسن سيضع مصلحة المنتخب فوق مصلحة الأندية، عشان كده ممكن الظروف الأيام اللي جاية دي هيكون فيها كتير من الحوارات والنقاشات اللي من خلالها سيتم تثبيت برنامج المنتخب. لأنه بالصراحة كده ما ينفعش منتخب مصر يتعثر، ومن رأيي أنه مصلحة مصر أو منتخب مصر أولا، منتخب مصر فوق الجميع. طبعا مفيش انديه من النهارده تبقى فوق مصلحه المنتخب. فانا اعتقد ان حسام حسن يعني هيستطيع ان هو يعني باجابه واضحه جدا محدده لحضرتك، لا هيضع البرنامج وسيولي المنتخب. يعني اذا كده حضرتك بتقر نعم كابتن نعم. حسام حسن قادر على انه يدير نعم. هذه المنظومه نعم. الخاصه بالدوري والاجندات وكده، وانه هيبقى له كلمه
مؤثرة وكلمة رئيسية على اتحاد الكرة ومنتخب مصر أولا، صحيح الكلام؟ حضرتك تؤكد ذلك. أشكرك شكرا جزيلا، الناقد الرياضي فتحي سند، وإحنا كمان نتمنى هذا يعني.